من قلب العاصمة المغربية، حديثنا اليوم من الرباط، صورة حية على الطبيعة من داخل منظمة دول العالم الإسلامي، ولقاءات حصرية مع كبار المفكرين والمثقفين حول التراث والخطاب الحضاري الإسلامي الجديد. علمتنا وأنت رأيته. لأول مرة حديث العربي من الرباط، حلقة خاصة عن معرض ومقتنيات السيرة النبوية من العاصمة المغربية، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.